عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى كبده اسكندراني كده باحلى شكل واجمل طريقه، بتركات كده جميله جدا كلكم طبعا اكيد عارفينها. يعني دي كبده اسكندراني من الدرجه الاولى. اول حاجه بعملها ايه؟ بجيب معايا الطاسه كده احطها على النار، بنزل عليها بشويه من الزيت، وبعد كده بنزل عليها بقى بالفلفل. الفلفل ده فلفل اخضر اللي هو الرومي العادي، ومعاه كمان فلفل من الفلفل الحامي عشان يديها طعم. لازم تضيف لها فلفل حامي حتى لو كمية بسيطة عشان تضيف طعم. بعد كده بحط معايا فص الثوم، اديله تشويحة خفيفة كده، وهقلب بقى الكلام ده كله. بمجرد بقى ما تقلبي كل الكلام ده معاكي تروحي نازلة على طول بالكبدة. التركية هنا في ايه؟ ان انتي بتخلي الفلفل بتاعك ما يكونش دايب قوي وسايح في الكبدة، لا بيكون ليه طعم كده معاكي، تسيبيه يعني يا دوب تشويحة بس وتروحي نازلة بالكبدة عليه، فبيبقى ليه طعم حلو قوي معاكي في الأكلة. هعمل ايه بقى؟ هاخده كده زي ما انت شايفه وابدا ان انا انزل عليه بالكبده. الاول يا جماعه كان في ناس بيغسلوا الكبده، وانا واحده من الناس اللي كنت بغسل الكبده. بعد كده اكتشفت بقى كارثه احنا كنا بنعملها، لما بنغسل الكبده بتنشط فيها ميكروبات كتيره جدا، فمن بدانا ان احنا خلاص مش هنغسل الكبده تاني. باخد معايا الكبده وبنزل بيها كده زي ما انت شايفه وابدا ان انا اقلبها معايا. صراحه ربنا تقطيعه الكبده دي ممتازه جدا، مش قليله التقطيعه، مش يعني وانت بتاكلي تحسي بطعم الكبده، مش بتلاقيها عامله زي الورق كده ملهاش لازمه، لا بيبقى ليها طعم معاكي. قلبي بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، انا بضيف لها رشه ملح وسنه بسيطه من الفلفل الاسمر. دي كل التوابل والبهارات وكل حاجه بحطها للكبده، ما بحطلهاش اي حاجه تاني، لان لو حطيت لها اي حاجه تاني مثلا كمون بهارات بتاع بتلاقيها مررت معاكي ومبقاش ليها لازمه. تقدر تضيف لها برده معلقه خل، هو انا ما ضفتش خل المره دي ولا ليمون لان معدتي تعبانه، فعملتها كده من غير خل ولا ليمون. قلبي بقى كده ايه كل الكلام ده معاكي. هنضيف بقى دلوقتي رشة كده من الملح وعليها رشة تانية من الفلفل الأسمر. رشة الفلفل الأسمر يعني يا دوب حاجة كده ايه بسيطة جدا لا تذكر من الفلفل الأسمر. ايه انا عملت بقى يعني الأكلة دي كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن كبدة اسكندراني، وعملت جنبها شرايح خيار كده بحيث ان احنا ناكلوها جنب الكبدة وبس على كده، ما بعملش فيها اي حاجة تانية. حابة تعملي بقى شوية بطاطس جنبها اي حاجة تانية دي حرية شخصية، بس يعني احنا بنحب ناكل الكبدة الاسكندراني جنبها ليمون وخيار وطماطم وحاجات كده بس، ونعملها سندوتشات كده بتبقى جميلة جدا. بصي بقى انا بسيبها بس الاول لحد ما تستوي عشان ما يبقاش فيها ميكروبات نشطة. بتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتجربوه، هتشوفوها طبعا دلوقتي وهتكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتجربوه، لو عجبكم الفيديو ما تنسيش بقى في الكومنتات واللايكات والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.